بالأحمد وائل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الباء عليها ضم مش الربع. فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية. مما تركنا في وقف عليه. مما ترك. لا قول تاني. ولكم نصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. لا، أنت قلت من بعد وصية يوصين بها أو دين، بعد كده إيه؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. لا، أو امرأة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الله يفتح عليك.